بعد إقامته في العربية السعودية لأزيد من عامين، الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي في مراكش مجددا قرر الشيخ العودة بعد خطاب 9 مارس وفي سياق الحراك الشعبي الذي يشهده المغرب. لعل أكثر ما اشتهر به الشيخ المغراوي هي الفتوى القاضية بجواز زواج فتاة 9 سنوات والتي أثارت جدلا واسعا دفع المجلس الأعلى للإفتاء للتدخل والرد عليه ببيان يدين تحليل زواج القاصرات ويهاجم الشيخ ويتهمه بالشغب والتشويش على مذهب وثوابت الأمة، لكن الشيخ متمسك أنه أجاب عن سؤال فقط ولم يفتي. أنا لم أفتي فتوى رسمي أصلا، أنا لم يعين أحد المفتين ولم أعين نفسي مفتي ولا لي صلة يعني لا من قريب ولا من بعيد في هذه الأمور، وإنما سألني سائل عن الآية عن زواج يعني الزواج بالتي لا تحيض، فقلت له الآية التي في قولي في سورة الطلاق، ومثلت له بعائشة أم المؤمنين التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 لا أقل ولا أكثر، فأنا لم أحدد سنا أصلا، لم أقل هذه السن هي التي يتزوج بها أو أقل أو أكثر. أنا أقول الآن إن فهم من كلامي أنني أحدد سنا فأتراجع عن ذلك. فهو الشيخ المربي الوقور وهو الوالد الحاني، وطبعا أنا أركز على هذه الثانية لألقي ما حجرا أولئك الذين قد أصيبوا بعمل ألوان في أن يصفوا الشيخ بأنه يعني مغتصب الطفلات وأنه ضد حقوق الطفلات. بعد الضجة التي أثارتها هذه الفتوى وقبل أيام قليلة من صدور قرار إغلاق دور القرآن، غادر الشيخ المغراوي البلاد، مغادرة قرأ فيها البعض هروبا وإقرارا بالخطأ، وهو ما ينفيه الشيخ بالقول إنه ذهب معتمرا في البداية ليفضل البقاء هناك بعد اتخاذ السلطات قرار إغلاق دور القرآن. أنا لما بلغنا إغلاق دور القرآن، أنا بالنسبة لي ما أريد أن أدخل في مواجهة الدولة أصلا، تقولوا لا عين تشوف لقلبي وجهي ندخل. أنا الآن دور القرآن لما تمر بها مسدودة تجيني لهذا القرحة، يعني ما أستطيع أنني نمر على دور القرآن وهي مسدودة، ما عنديش لا، لأن أنا صح أنا الذي أسستها وأنا الذي بنيتها وأنا الذي شرفت عليها. في الفترة الأخيرة نسبت الكثير من المنابر الإعلامية للشيخ تأييده لفتوى أصدرها علماء السعودية تقضي بتحريم المظاهرات والمسيرات لأنها خروج عن طاعة ولي الأمر. ما قلت هذا ولا خطر ببالي، قلت تحريم المظاهرات في البلاد التي تحكم شرع الله فقط، البلاد التي لا تجيز ذلك وهي تحكم شرع الله في محاكمها والأجهزة كلها تحكم بالإسلام هذه. أما أنني مثل البلاد التي تجيز المظاهرات وتراها مشروعة ولا تمنعها وتبيحها، فأنا ما أفتيت بذلك من قبل. في ظل موجة التغيير ومشاريع الإصلاحات التي يشهدها المغرب، لا يخفي المغراوي ارتياحه للخطاب الملكي، ولا يخفي أيضا اقتناعه بمشروعية مطالب حركة 20 فبراير. هذه الحركة في حد ذاتها حركة مباركة، أي واحد يدعو للتغيير من حسن إلى أحسن أو إزالة السوء والفساد في البلد ليش كان هذا يشكر على فعله، لكن في قضية التي ينبغي أن نلتفت إليها وهو لابد الإنسان هو نفسه يكون أهلا لهذه الدعوة. أنا الآن أريد أن أكون من حركة 20 فبراير، لابد أن أشوف أنا أيضا نفسي شخصيا يعني مؤهل وعندي مثلا من المقومات يعني مثلا مقومات التصور وكذا، ما يكون غير إنسان غوغائي وتابع للناس يعني يردد أي شعار يقولون أو لا. يقول الشيخ المغراوي إنه يعتمد في منهجه الاستدلال القائم على الكتاب والسنة ويرفض رفضا كليا الدعوة المذهبية، وللشيخ مبرراته في ذلك. نحن كل أمر ليس فيه دليل لا نعتمده لا من قريب ولا نعترف به، سواء كان من مالك ولا من الشافعي ولا من أحمد ولا من كان، حتى إذا كان من أبي بكر وعمر، فلا نعتمد إلا قال الله قال الرسول ونستفيد من الجميع. الدعوة المذهبية دعوة باطلة، دعوة الجبناء ودعوة المتخلفين ودعوة المرتزقة
ودعوة النفعيين. بالرغم من الجدل الإعلامي الذي واكب إغلاق دور القرآن، فإن من رفاق الشيخ المغراوي من يصرون على أن الرجل في النهاية ناشط مدني في مجال التربية والدعوة. حياته كلها ليل نهار يقضيها في الدعوة إلى القرآن والسنة، عرفنا فيه الإخلاص، عرفنا فيه الصدق، عرفنا أنه الشخص الوحيد الذي ترك كل الأشياء، ترك كل المسائل وخص نفسه بالدعوة إلى القرآن والسنة في هذه الدار. ما يستبقيه الشيخ من وقت يقضيه في هذه الضيعة الواقعة في نواحي مدينة مراكش رفقة أبنائه وأحفاده في جو عائلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفوجا فسبح بحمد ربك استغفره إنه كان توابا.